الآن أنا أشير فقط إلى لطيفة. الآن بعض الناس إن ورث شيئا جميلا عن حبيب إلى قلبه ذي مكانة في نفسه من والد أو والدة تجده يتحدث بهذا فرحا مبتهجا، فعندنا ميراث من أعظم مورث. الميراث هو أعظم ما يورث، التوحيد، والذي ورث ذلك خليل الله، من اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، فهذا فيه أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد فقد فاز بأعظم ميراث لا يمكن أن يقارن ولا أن يوازن ولو بملك الدنيا كلها. فاز بأعظم ميراث، بأعظمه وأزكاه وأطيبه وأنفعه للعبد في دنياه وأخراه. نعم.